خير لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا بفيت بيت، دايما بنكون محضرين لكم تمارين تقدروا تشتغلوها من البيت وبتكون كتير مفيدة. مثل العادة مننوع بالتمارين، واليوم رح نشتغل سوا تمارين لللور بودي. رح كون عم ركز على عضلات الإجرين، الجلوتس، عضلات بطة الإجر من تحت. فرح كون عم نشتغل اكسرسايزز يمكن تشوفوهن أنهم هينين بس كتير حيكونوا افيشنت ومفيدين لألكن. رح كون عم بلش بأول اكسرسايز على الأرض. رح أطلع ليفت أب، عم حمي حالي هون. أنا عم بطلع بديكم تشدوا إجريكم، تجمعوهن على بعض، سكويز، حسوا بعضلات إجريكم من تحت كمان، حموا التوز، حموا الجلوتس، up and reach and hold كمان، hold ومنريح. رح كون عم بلش بأول اكسرسايز على الستب. رح اطلع up knee extend، بنزل برجع بطلع بشد جسمي again، up extend كمان، up تحت، lift up، go، extend، down، lift up. 8 exercises أو 8 repetitions على نفس الجهة. كمان 6، سبعة، up، وثمانية، extend، lift up and squeeze. رح نغير الجهة أكيد. رح كون عم بطلع up extend بالإجر الثانية، نفس الشيء lift extend and lift up squeeze. أربعة، خمسة، كمان سبعة، وآخر مرة up extend down squeeze up and down. ريح شوي. رح انتقل للتمرين اللي ورا. رح كون عم بشتغل مع ويت. رح اطلع up hold down up كمان، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ريح. انتقل انا وياكم، بعدنا عم نشتغل على كل اللور بادي، عم نشغل عضلات اجرينا من تحت كمان، كالفز. رح كون عم بشتغل سكوات داون، حاطلع ليفت اب اند داون، كمان سكوات اب، بطلع عروس اصابيعي كمان، داون ليفت لورا بالورك، lift and hold squeeze the glutes and go up كمان، down lift up hold بطلع shake the legs. فينا نكون عم نشتغل from 8 to 15 reps أو حتى نوصل ل 20 repetition إذا كنا قادرين نتحمل وعم نشتغل exercise بطريقة صحيحة. رح كون عم ننتقل معكم لا للثراستر اللي هو اكسرسايز كمان، بشغل اجرين، رح اشتغله بطريقه فيني استعمل ويت كمان. رح كون عم بطلع بالهيب لفوق، بس اوصل لفوق رح اطلع روز اب اند داون، بطلع بالهيب كمان up and down،
lift up على الماكسيموم اللي بقدر اتحمله. hold lift and hold and down. كمان and down lift up 7 and 8 hold. ريح. اكيد هيك بنكون خلصنا الجوله الاولى من هيدي التمارين. فيكم انتم تكونوا عم تشتغلوا جولتين او ثلاثه من نفس التمارين لتكونوا عم تستفيدوا اكثر. خلصنا السيشن لليوم، كانت lower body session كثير مفيده، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم نهار حلو وبشوفكم بكره بتمارين جديده.